طويل أو سوق مدحت باشا، أسماء متعددة لسوق واحد، إلا أن الجغرافيا والتاريخ وحدهما تعبقان من حجارة هذا الطريق في قلب دمشق القديمة الذي أنشئ عام 1878 في عهد والي دمشق مدحت باشا. يمتد هذا السوق على طول 1550 متر، يبدأ من باب الجابية وينتهي عند باب شرقي ويقسم إلى قسمين، الأول مسقوف بالتوتياء والثاني مكشوف، وهو من أعرق الأسواق القديمة الشرقية الهامة، ويتفرع منه أسواق متخصصة كثيرة مثل سوق الحرير، سوق البزورية، سوق الخياطين، سوق الصوف. عراقة هذا السوق تشع من كل زاوية منه لتقول للزائر أن عمره عمر التاريخ، ففيه من الحانات الأثرية القديمة والمساجد ما يحكي للزمان كيف للحضارة أن تكون وأن تعرش في تفاصيل المكان. شهرة هذا السوق بالطبع لا تقتصر على التفاصيل الأثرية الموجودة فيها، بل أيضاً على الرموز الدينية، ففي جزئه المكشوف الجامع يعانق الكنيسة في مشهد يجسد مثال شعب عبر تاريخه كان واحداً على اختلاف طوائفه وطبقاته. سوق مدحت باشا يسمى سوق الطويل، يمتد من باب الجابي، أول باب الجابي إلى باب شرقي، في عدة شوارع تتفرع عنه، شارع الخياطين، سوق الخياطين، في سوق الصوف يكتظ يمتاز بالمساجد اللي فيه، في سبع مساجد من بدايته لنهايته، فهمت شلون؟ في البزورية، البزورات مبيعات هون كلها، هم مبيعات شرقية. سوق مدحت باشا يشتهر ببيع الصناعات النسيجية والعباءات الرجالية المذهبة والكوفيات والأقمشة الحريرية والصناعات المحلية المميزة، وكذلك محلات لصنع وبيع المشغولات النحاسية والموزاييك والمصدفات، ومحلات بيع القهوة والمكسرات، ومحلات للعطارة والأعشاب، ومحلات صنع وبيع التحف والهدايا والسيوف والمصنوعات والمشغولات الشرقية الدمشقية الشهيرة، لتبقى بصمة السوق بصمة بارزة في صفحات حضارات الأرض ونقطة مميزة في سجلات التاريخ، ليحكي للأجيال القادمة أن هنا دمشق، هنا أقدم عاصمة في تاريخ البشرية.